أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا، وفيها بعد انسحاب سعد الحريري من المشهد السياسي نسأل ما مستقبل الزعامة السنية في لبنان، بعد موجة الصقيع التي اجتاحت أكثر من دولة عربية نسأل عن تأثير التغير المناخي على المنطقة العربية وكيفية مواجهته. ولكن قبل ذلك وبعد تهديدات روسيا المستمرة للغرب بحجب إمدادات الغاز، نسأل عن استخدام مصادر الطاقة كسلاح في صراع النفوذ الدولي. كونوا معنا.